إيطالية نجحت في مسابقة الدكتوراه بجدارة الامتياز. هذه الطالبة درست ونشهد لها بأخلاقها وتربيتها، وتحدت كل الظروف لأجل أن تكون اليوم حاضرة وتتميز في مسابقة الدكتوراه في قسم العلوم الإسلامية لتخصص الفقه المالكي. إنها طالبة مداري هنية. تفضل السيد مدير جامعة غران واحد، مدير جامعة غران اثنين، وابنة الأستاذ حسن نظرك تتقدم أيضا لتكريم هذه الطالبة. سيدة فضيلة تتقدم لتكريم الطالبة مدالي هنية بهذه الجائزة الخاصة بمناسبة نجاحها بامتياز في مسابقة الدكتوراه. لأن هذه الطالبة كما قلنا معلمون 10 حضور، يعني صراحة قدوة في الكلية بأخلاقها وتربيتها. درست هنا لسنوات، دائما تحدت